للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أحمد بعد التحية، خطوات عديدة وجهود حثيثة تبذلها مصر باستمرار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة، وربما آخرها ما نتابعه الآن هذا المقترح الذي طرحته لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. أولا، كيف ترى يعني طرح هذا المقترح وفي مثل هذا التوقيت ويعني فرص القبول به؟ تحياتي لك أستاذ إلهام ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن المقترح المصري يكتسب أهمية كبيرة من حيث التوقيت ومن حيث المضمون. طبعا يستهدف هذا المقترح وقف دوامة العنف، وقف العدوان الشامل الإسرائيلي على قطاع غزة، وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم رؤية ويعني مقترح من ثلاث مراحل يستهدف في نهاية المطاف الوقف إطلاق النار، وتضمن أيضا يعني بيعتمد بشكل اساسي على صفقه لتبادل الاسرى لدى كل طرف، وهو ما يمثل اهميه كبيره لدى الجانبين. انا في اعتقادي هناك مصلحه من الجانب الاسرائيلي في اتمام هذا المقترح وهذا المسار، لانه يمثل اهميه كبيره، انه اولا بيحقق هدف فيما يتعلق بتحرير الرهائن والاسرى الاسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينيه، وفي المقابل ايضا هناك مصلحة لدى الجانب المقاومة والفصائل في وقف إطلاق نار ووقف نزيف الدم، لأن كما نقول الوقت من دم كل يوم يمر هو يعني يتضمن المزيد من المآسي. ولكن دكتور أحمد، يعني ما يصدر من تصريحات رسمية من الطرفين عن طريق يعني ما نتابعه من خلال وسائل الإعلام، أن إسرائيل لن تتراجع عن فكرة الحرب كما يعلن العسكريون والمسؤولون لديهم، وأن الجانب الفلسطيني وحماس تطالب بوقف كامل إطلاق النار وليس هدنة مؤقتة أو على مراحل. يعني ترى أن يعني التصريحات عكس بعض، فهل من الممكن أن يكون هناك حل لتوفيق وجهتي النظر أو توفيق الأوضاع هناك بما يسمح يعني بوقف قريب لإطلاق النار؟ يعني بالفعل أستاذ إلهام، يعني طبعا مصر تطرح أفكار، تطرح مقترحات، هذه المقترحات هي عرضة الأطراف ومصر تنتظر رد، ولم يعني يصلها الرد النهائي. هذا بيعني أن هناك نوع من الأخذ والعطاء، وبالتالي الوصول إلى صيغة توافقية يعني تحقق الحد الأدنى من مطالب كل طرف. من الطبيعي أن يطرح كل طرف أقصى مطالبه ويتمسك ويتشدد في طرحه. الجانب الإسرائيلي يرفض وقف إطلاق النار، يعلن أنه مستمر في القتال رغم انفتاحه على هدنة إنسانية وتبادل الأسرى. الفصائل الفلسطينية أيضا تشترط وقف إطلاق النار مسبقا، لكن أنا في اعتقادي جوهر المقترح يقوم على تحقيق المطالب المختلفة لكلا الأطراف، وهو ما يمثل أهمية كبيرة. وأنا في اعتقادي أن رغم التحديات ورغم الخطاب الصادر عن الجانبين، إلا أن هذا المقترح المصري يمثل مقترحا عمليا يتضمن شقا أمنيا وشقا إنسانيا وشقا أيضا سياسيا، وهو ما يمثل أهمية كبيرة في هذا التوقيت ويخرج من حالة الانسداد والجمود الحالي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية.